ديك يعني شهيدوا، والحمد لله الدافع على الوطن نتاعنا، ندافع على الوطن الحمد لله. بهذه الكلمات تستحضر هذه المرأة ذكرى استشهاد ابنها في ملحمة بن قردان في 7 مارس 2016، حيث استفاق الأهالي على أصوات إطلاق الرصاص من قبل مسلحين أعلنوا عبر مكبرات الصوت أنهم تابعون لتنظيم داعش الإرهابي. قاموا بجولات في المدينة وطالبوا الأهالي الانضمام إليهم ومساندتهم، جولات لم تدم طويلا، فقوات الأمن والجيش والحرس كانت لهم بالمرصاد. التحم الأهالي بالأمن في مشاهد بطولية وأفشلوا مخطط تحويل بن قردان إلى إمارة داعشية. نستحضر الناس اللي ماتت في حومتنا، فهمت؟ أكيد معناتها تتمحى من ذاكرتنا بما فيها من ألم، بما فيها من حالة الذعر اللي صارت وقتها، بما فيها من فخر زاد بارتقاء شهداء معنا في الملحمة هذه. مشاهد أمني ومواطن وعسكري جنبا لجنب من أجل دحر الأعداء هذوما، من أجل دحر الإرهاب. وزير الداخلية والدفاع الوطني تحول إلى مدينة بن قردان في ذكرى ملحمة برهنت فيها القوات المسلحة بمختلف أسلاكها حرفيتها في التصدي للإرهاب. هي ذكرى خالدة، هي ذكرى وحدة تونس، القوات العسكرية والأمنية وكل الأسلاك والمدنيين. يعني فقدومنا باسم ونيابة عن السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أنا والسيد وزير الداخلية هو دليل على أن تونس دولة واحدة، قوة واحدة تتصدى لكل ما من شأنه أن يزعجها. فهذه الذكرى تبقى راسخة في أذهاننا على تضامن كل الأطراف العسكرية الأمنية وكل بقية الأسلاك والمدنيين. بن قردان سبق ملحمة تاريخية مجيدة. بن قردان يدخل بن قردان، أؤكد أنه عديد الصور ستلتحق فورا بالذاكرة، عديد الصور سترتسم فورا أمام الأعين العديدين. في المجمل بن قردان تعني الكثير، تعني من بين ما تعني صورة من صور التحام أبناء بن قردان الأشاوس بقواتنا العسكرية والأمنية البواسل، تعني أن الإرهاب لا مكان له في تونس. 7 سنوات مضت على معركة بن قردان، وبفضل دماء شهدائها تم تحرير المدينة من الإرهابيين، ليعود العلم التونسي يرفرف عاليا معلنا أن تونس ستكون حصنا منيعا أمام أعداء الوطن.